اللي في عمرك شنو تقولها؟ احرق احرق نزل قلت احرق. حمامة الحرقة وحدك ولا لا؟ حمامت وشدوني وكذب وعملتهم الكل. احكي لي كيفاش حمامت وشدوني، فسر هي هذه. باكي حمامت ما هو واحد كيحط البلوم تاعه ويعمل باز اللي هو لازمه يخرج. اول حاجة لازمني فلوس، دبرنا فلوس وقصدنا ربي يا اخي الا غالب ما كتبتش معنا شدونا في الماء وكذا ويتمنكوا عليك في المركز وانت تعرفوا ان شاء الله المرة الجاية يقول لك. راهو مش احنا نحبوا نحرقوا ولا ايوه، راهو ملزز بالحق ملزز. يشوف لي بارون كيفاش تعبين وخمسة بتاع الصباح يقول لك انا اخويا نمشي لبرا يا هكا في شهر ستة شهور عام. انا عندي كوزان لبرا قال لي راه تخدم عام لبرا خير من خمسة سنين في تونس، تخدم خمسة سنين في تونس راك ما تعمل شيء. عبيد السوفري على الاخر حسوا بالعبيد صحايب، تونس ما ينجح فيها كان السارق والله. ريت عبد مصلح وكذا وجو باهي، راهو حاجتين يا باش يحطوه في الحبس يا باش يحطوا له العصا في العجله وموش باش يكمل حد شيء، راهو باش يبقى في الصفر. الدوله هذه تحبك تشيخ وتحبك تقعد ما تعمل حد شيء من الاخر، شيء عايف والله. انا واحد من الناس خدمت اربع سنين في لي سوسيتي، وقت اللي جيت على بواب ترسيم وكذا تلقى روحك بطل، معناها عاود اربع سنين اخرين. تجرفيش؟ كل شيء والله، سواق كذا لبسه حاجات هذيكم، هذيك خاطر توا اللي ماشي معناها التجاره هي اللي تنجم تدخل بها فلوس. خاطر شهريه تو ما عادش تعيش وما عادش تخلط واحد يعمل حد شاي. معناها انت تنصح اي واحد يحل مشروع نتاع لبسه في تونس ماشيه؟ لبسه تسكي اي حاجه حتى نصبه ما نعرفش انا اي فازه. المهم ما يبقاش يخدم في شركات، خاطر بالرسمي 500,000 و 400,000 راهو حشومي، راهو ما يعملوا شيء تو في تونس والله. عبيد من الاخر يخدم باش يمشي ياكل وماكس يعاون دارو ب 100 150,000 راس الشهر يقضي لميمته ولا اي حاجه هكايا، معناها حاجات بسيطه على الاخر، معناها متنجم تعمل بهم حد شيء 500,000. اما انت قلت نصبه لازمها رخصه، صعيب ياسر. مش لازم نصبه، ينجم يعمل حاجه اخرى مثلا يدبر تفتوفه صغيره يطبع مثلا. هاي العباد الكل تاخو من الفريب، انا مثلا ناخذ شويه قش من الفريب نهبطوا فما باج نهبط عليهم وكلقات ندبر فيها 20 25 ديما رابح، معناها تاخو 10 قطعات تلقى روحك 200 ولا 250,000 كومي خير من اللي واحد ياكلت شهر كامل ويعلم به ربي وبعد ما ينجم يعمل شيء، فهمت؟ يقولوا حتى الفريب سمو غالي، شنو رايك في هذا؟ والله اللي تطبع اي حاجه تطبع باز من الاول باش تدخل ومن بعد تتعرف على العباد وكذا ويولي يعملوا لك اسوام، فهمت؟ مش باللي يعني اي واحد من الاول باش تصعب عليه شويه، ما واحد كوراج وكا. وانا ننصح العباد الكل باش تبعد على الفساد بيرسونيل مو، انا كنت فاسد على الاخر والله، كنت نشيخ وكذا. لا الدولة هذه تحبك تشيخ وتحبك تقعد ما تعمل حد شيء من الاخر، لازمك انت تقفل روحك خاطر حتى حد ما هو متلفت لك وحتى حد ما هو باش ينصحك وحتى حد ما هو باش يقف معك، لازمك انت الاول تدخل تترينا تعمل حاجه باهي تعمل اكتيفيتي. ما نعرفش انا نقرا كتب مترافيه هكا ولا قبل ما نرقد نقرا كتاب باش نحل مخي شوي باش نجم تعيش في الانتوراج هذايا، فهمت؟ كيما نشوفوا جون تبارك الله عليك وفي العمر هذا مازلت صغير وتنصح باش لي جون يخدموا وكل فازت هذوك ما يمشوش للفساد، قاعدين نشوفوا في الحرقه احنا توا كثرت يخطو في عمرك انت شنو رايك؟ صحيح الحرق بارتو، خاطر شو ريت الدوله بالحق قاعده تستغل في العبيد، خاطر ريت العبيد قلوبها باهيه وما تحسبهاش مع الدوله، قاعدين ينزلوا على العبيد على الاخر. زيد انا كي نمشي لبرا نجم نحسن من اموري وموغديك تنجم قدرك تخدم قدرك. انا تجي تشوف لي سوسيتي بالحق شيء عايف والله، انا واحد من الناس خدمت اربع سنين في لي سوسيتي، وقت اللي جيت على بواب ترسيم وكذا تلقى روحك بطل، معناها عاود اربع سنين اخرين. توا قولوا احنا اربع سنين هكا خدمت انت وكذا وعمري 24، الاربع سنين الاخرين باش نلقى روحي في الترونت انا ما فما شيء. صحيح فما بنت الحلال وربي يكثر منهم الناس وعبيت ترضى معك باللي يجي، اما من بعد يعني عرست مش فايده في ورا ري من بعد تلقى روحك واقف تولي مشاكل وتولي تليق وهي تبدا عينها تحب تتحل شوي وانت بيدك زاد تحب يا تعرس ماك باش دلل مرايتك باش تخرج معاها باش تفرهدها باش كذا يا معرس بشد كوان وتبقى شهر وطول وانت تخلص في الكري ومصاريف يا اخي نشوفوا فيها احنا في القضيه كيفاش عبد يعلم بها ربي ولا تتعدى تشوف اللحم واحد يشتهي ولا مره في العام ياكل في اللحم، فهمت؟ مش بسهل راهو عبد باش يوصل يعمل عائله. صحيح راهو تشوفهم يحبوا يحرقوا، راهو مش احنا نحبوا نحرقوا ولا ايوه، راهو ملزز بالحق ملزز. يشوف لي بارون كيفاش تعبين وخمسه نتاع الصباح يقول لك انا اخويا نمشي لبرا يا هكا في شهر ستة شهور عام. انا عندي كوزان لبرا قال لي راه تخدم عام لبرا خير من خمسة سنين في تونس، تخدم خمسة سنين في تونس راك ما تعمل شيء، تمشي لهنا عبيد هاك ترى فيهم انت تي ترونسبور يا عايف يجيبوا مترو مره في ساعتين صحايبي يلموها العبيد ويجي مترو مره في الفيل، فوتك مترو بعد ساعه ولا ساعه ونص باش يجي مترو اخر، معناها تشوف العائله كيفاش هي باش تروح مسكينه المراه باش طيب عشاء ومسؤوليه ودار وصغار وكذا.
بالحق عبيد السوفري على الاخر حسوا بالعبيد صحايب تو العبيد ما لقيت ما تعمل. يقول لك اذا كان الحل لله محمد رسول الله اذا كان العايش اذا كان هكذا العايش فالموت ارحم. بالرسمي عبيد قاعده تعيش في رواحها في البحر على خاطر ما لقيت ما لقاتش حتى خدم. انت ترى في اي خدمه تو بلا معارف. اي نحن نحكي لك على معمل بلا معارف باش تكلم عليك فلان وفلتين باش تدخل تاخذ 600,000 اللي انت تتعدى تلقاهم في كابوت 600,000 ما يعملوا شيء 600,000 ما يعملوا حد شيء ماكس نتاعك باش تعمل قهوه مع حوماني معناها وماكس تلعب ورقه خير الجمعه فهمت بلانيت اكا وسلام عليكم فهمت. انا جيل نتاع توا تعب ما ينجمش يعرضس لا يكون لا يخدم تعب على الاخر. انا عندي صاحبي بك بلس 3 مطيش في القهوه قدم فيهم الكل ليه ما يكلموهوش علاش على خاطر سبحان الله ظروفه الماديه ما تسمعش. يجي شفنا اثنين باش يدخل يخدم وكذا قال لي راه طلبوا عليه خمسه قال لي طلبوا عليه 5 ملايين تي هو ما عندهوش 5 ملايين يبدل كان عنده ما يلوش على خدمه قال لهم قالوا له باش تدخل تخدم كذا كذا عنيفو نتاعك انت باهي وقاري على روحك تعطينا اخويا 5 ولا 6 ملايين ايش باش يعمل يسخف بالحق ما تريش راهي العباد الكل راهي مش قاريه ولا يقول لك يكذبوا عليك عندنا برشا ما شاء الله بالحق تبارك الله راه عباد قاريه وشوهم بها على الاخر معني. اما شنو هو يجي باش يقدم لبلاد ترخ بيه ومن الاخر ريت في تونس ما ينجح فيها كان السارق والله ريت عبد مصلح وكذا وجو به راهو حاجتين يا باش يحطوه في الحبس يا باش يحطوا له العصا في العجله وموش باش يكمل حتى شيء راهو باش يبقى في الصفر. هذاك علاش العباد الكل لقاو لي سوليسيون نتاع الحرقه اللي هي الباص ولات الباص في تونس قد ايه احنا 10 ملايين 10 ملايين يحبوا يحرق باللي معرسين باللي ماهمش معرسين الكل العباد الكل ولد خمهم في الحرقه فهمت. انت معاه معناها الجيل اللي يحب يحرق مش ضده باز معاهم. اما شو باش تمشي خويا للغربه اعمل حويجه تحت راسك دبلوم في اي حاجه طبخ درا شنو ما شاء الله سودير اخويا انا عامل سودير مثلا يحضر فيه روحه يحب يقدم ان شاء الله ربي سهل فهمت. العباد الكل انا ننصح باش ما تمشيش غاديك تمشي للاحرام ودومين وراك تلقى روحك في الصفر ويروحوا بيك راهو هذيا خذها من عند خوك راهو باش تمشي غادي راهو ما فما شيء باش تمشي ماكش هز سلاح يدي مينيموم اعمل حتى برمي او ابسط حاجه برمي هز برمي وقت بينك وبين روحك النهار خممت في الحرقه وحدك ولا لا؟ خممت وشدوني وكذا وعملتهم الكل تو احكي لي كيفاش خممت وشدوني فسرها لي هذه. كي خممت ما هو واحد كي يحط البلوم تاعه يعمل باز اللي هو لازم يخرج. اول حاجه لازمني فلوس دبرنا فلوس وقصدنا ربي يا اخي لا غالب ما كتبتش معنا شدونا في الماء وكذا ويتمنكوا عليك في المركز وانت تعرف ان شاء الله المره الجايه يقول لك نتاع ربي معاك فهمت. يا اخي حط في قلبي تو قاعد نقدم بشوي بشوي وقتي نبدا حاضر مش سباق راهي هي الحرقه راهو كي تبدا حاضر اقصد ربي على روحك. قداش تكلفت لك الحرقه الانيولي هذه؟ يقولوا 5 ملايين 6 ملايين عام ونص التالي عامين التالي يقولوا 10 واكثر توا ولا لا توا تبع الاخيوات فهمت توا يقول لك 10 و15 مضمونه ماهيش فما شيء مضمون راهو ما وياما عباد يقول لك مضمونه ومن بعد ما فما شيء والله. انا ننصح العباد الباز اللي انت تخمم في الحرقه وتخمم باش تمشي غادي لبلاد الناس ومو اعمل فورماسيون باش نجم تهزها معاك وغاديك توكلك الخبز وغادي بشويه ستيب باي ستيب تو بشويه تطلع على روحك وما تعرش عليه تنجم تعرس وتركح امورك يعني واحد تي ابسط انا نحب نبعث امي وبابا العمرة تعجز في دوله تعجز ما تنجمش انت ماكش معايش روحك امي الفوق صحيح الكلنا نحب وكذا هي انا امي نشوف فيها عمرها 55 سنه ولا ما هو هي مسكينه كبرتني وتعبت علي وقايت انا زاد باش نرجع علاش العبد هي متعبه وتحب تمشي يحب يرجع لوالديه اللي واحد يشوف يبوش ليك القطعه تي عند تشوف واحد بو 5 سنين ما يشريش قطعه صحيح ما نحسش عليه انا بابا كيكا ما هو لازمني توا تي المينيموم نعملوا معاه انه نبعثوا العمره ولا نبعث اللي هي عمره ب 8 ملايين وحاجه ب 25 مليون حلقه تتكلم لك اقل تولي تقول نحرق ب 20 مليون حتى ابوه يقول له باش تبعثني العمره نبعثك الحرقه تحرق وتوصل وغاديك تتركح لي الوالدين مسكن يقول لك حتى كان عندك فلوس حل مشروع ولا عرض بهم وما تبعثنيش يقول لك اي يقول لك من يكذب عليك والله في الدنيا هذه راهم الوالدين حتى يا ريت تتنفنف في امورك وتبعث لهم مش في بالك انت باش تفرحهم هما راهمش يخبوا لك فلوسك هذه والله يرحم الوالدين الكل والله. باهي اخر كلمه للجينيراسيون اللي في عمرك شنو تقولها؟ احرق احرق نزل كل تحرق